بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل متتبعي قناة أنفو فيما. اليوم جيت لكم واحد الموقع، صراحة موقع له مصداقية، يعني تم تجربته ودخول إليه والاستفادة منه بجميع الوسائل المتاحة داخل هذا الموقع. كما كتشوفوا قدامكم في الواجهة أفكار أفضل لنمو وأسرع جميع خدمات سوشيال ميديا في مكان واحد فقط. يعني هذا الموقع هذا كيخول لكم تحققوا الشروط جميع المواقع الاجتماعية، سواء على سناب شات، سواء على انستغرام، سواء في التيك توك، سواء في الفيسبوك، سواء في اليوتيوب. كما قلت بأن هذا الموقع له مصداقية تم تجربته والاستفادة منه، يعني يمكن لك تحقق نمو ديال القناة ديالك أو الصفحة ديال فيسبوك ديالك أو الانستغرام في ظرف 3 أيام على حسب المتطلبات اللي كتطلب انت من هذا الموقع. مثلا ممكن تطلب 1000 مشترك على ان تقسمهم على مستويات اسبوع او تطلبهم، ولكن بالنسبه لهذا الموقع عنده بعض الشروط اللي يخول له باش، ولكن هذه الشروط ما كيوقفناش عاجي احسن مانع باش نحكم. اذا غير التطبيق ديال الشروط اذا غتحقق افضل منه. بالنسبه لهذا الموقع كيخدموا الناس بزاف اللي كيبيعوا السوايع ديال هاد لي سوشيال ميديا، والله يسهل عليهم، هما كيستخدموه بطريقه حلالا طيبا وكيستخدموه بطريقه ايجابيه، اذا ما فيه لا. اذا اولا لنبدا على بركه الله. اولا بالنسبه لي انا شاركت فيه، يعني هنا الاشتراك كما ترون، هنا اسم المستخدم، لاحظوا معايا ضروري خص يكون واحد هنا اسم مثلا هذا الشكل هكا احمد، خص يكون التاريخ قدامو والارقام بحال هذا الشكل اللي غتختاروا، هنا بريد الالكتروني المستعمل، هنا الرقم الهاتف ديال او الواتساب المستعمل، ربما قد تعمل معهم، هنا كلمه المرور يجب استخدامها بان واحد الحرف ضروري يكون ماجيسكول، هنا تكرار ديال هذاك الموضوع باس او القن السري، هنا تاكيد بانك تثبت بانك ماشي شي روبو، هنا كتوافق على الشروط وكتدخل. اذا في الحاله هذه انا ديجا اشتركت فيه، هنا غندخل غندير البوط ديالي غندير تسجيل الدخول. كما كتلاحظوا هذا هو الموقع. اذا الاقسام المطلوب للاشتغال عليها، المشاهده مثلا هنا كتعرف شنو الطلب، مثلا سناشر بيك يقول لك هاتني، وهنا انت كتكليكي هنا وكتقرا الشروط عليها، مثلا مشاهده في سناب شات يعني 100 مشاهده فقط دوله سعوديه مثلا هاد 8، ولكن بان لاحظوا بان المسائل ربما اليوم تكون 18.57 دولار، غدا تلقاها غير 1 دولار، يعني راه كل نهار كيوقع التغيير في الاثمنه، يعني ما كيبقوش ستابل ما كيبقاش واقفين، يعني دونك دايما الواحد اللي بغى يخدم على هادشي كيدير كيدخل الموقع وكيشوف ميزاجور اللي كيديرهم، يعني كل نهار كيكونوا تغيير. اذا هاد الشروط هذا زائد بعدا مثلا طلبت مثلا هاد الشكل هكاك ضروري خصني نقرا هاد الوصفه وتطبقوا بتطبيق اكزاكت، يعني اي خطا درتي راه ما كاينش شي تعويض. مثلا طلبت مثلا 1000 مشاهده ودفعت الفلوس ديالي وفي الاخر ما جاليش، دونك يكون عندك شي خطا في هذا الوصف ما قريتي، يعني غتقرا بدقه ودير التطبيق كما مطلوب منك. مثلا هناك كذلك لاحظوا معايا بزاف الخدمات كاين
الانستغرام ما هو؟ لاحظوا معايا كاين الفيسبوك كاين اليوتيوب كاين الشورت فهمتيني. مثلا نعطي مثلا نمشي ها تويتر كذلك ها تيك توك لاحظوا معايا كذلك التليجرام بان التليجرام ولا كذلك فيه دابا داخل فيه نطاق ديال الربح ديال الطاولك ضروري غادي بنادم يقلب على المشتركين مع كلي جروب اكثر كلي جروب اللي كيتخلص التليجرام. كاين مثلا بزاف ديال المواقع اللي كتخلص لاحظوا معايا بحال معايا تحقيق شروط 4000 ساعة فيديوهات من 15 دقيقة حتى 60 دقيقة. يعني هنا بغيتي تخدم على انت مثلا ما عندكش فيديوهات الفيديو داخل القناة ديالك ما فيهمش عندهم غير 15 دقيقة حتى 60 دقيقة يعني بين 115 كتلقى فيها 15 دقيقة كتلقى فيها 20 دقيقة كتلقى فيها نص ساعة وبغيتي تحقق الشروط ديالك ديال 4000 ساعة من خلال هاد الفيديوهات. إذا دونك هنا كنكليكي هنا لاحظوا معايا دونك ها هي. إذا كنقرا مثلا نضع الرابط أولا ديال هذاك الفيديو مثلا الفيديو ديال 30 دقيقة مثلا أو ديال 15 دقيقة مثلا يكون لا يجوز التعويض أو إلغاء للطلب نهائيا إذا كان الفيديو أقل من 15 دقيقة. لاحظوا معايا الشرط هنا كيقول لك بأني مكليش أنا طلبت 15 دقيقة وأنت حطيتي لي 14 دقيقة يعني راه ما يطلعوش السوايع باش نكون واضحين. لا تقوم بحذف فيديو أو جعله خاص بعد الطلب. يعني مثلا فيديو عطيتيهم الرابط وانت دازت واحد يومين درتي له القفل عطيتي خاص اذا داك السوايع اللي تعطاولك قد يمشي. لا تضع اكثر من طلب لنفس الرابط مثلا هذا الرابط هذا خديتيه مثلا خديتيه حطيتيه بزاف ديال المواقع فهمتيني. اذا حصل نقص بالطلب يرجى اخذ سكرين الشروط وارسله الينا رقم كذا التذكير فهمتيني. اذا كل 1000 يتم طلبها من 100 كتعطيك يعني مثلا طلبت عليهم اعطوني 1000 ساعه هما يعطوك غير 250 ساعه 250 ساعه مشاهده تصلك على فيديوهات داخل الاحصائيه. مده الفيديو يجب ان تكون ما فوق من 15 او اكثر تم وضع فيديو. اذا المعلومات هذه غادي نحمل كليش انا كنقرا هنا اذا كنحط الرب مثلا قلت لهم انا اعطوني 4000 ساعه لاحظوا معايا هي 16 هي الثمن اللي غتخلص هي 16 دولار اللي كيعطيك هنا كنحطو الرابط كذلك نمشيو للاخر ديال هنا عاود كيقول لك مثلا هنا تحقيق الشرط ديال 4 ساعة ولكن شريطة الشرط لهنا أن يكون عندك فيديو أكثر من 60 دقيقة لا يجوز التعويض أو إلغاء الطالب نهائيا إن كان الفيديو أقل من 60 دقيقة. إذا في الحالة هذه نحاولوا عندي كنقول بأن هذا الوصف نتم التركيز ليه يعني التركيز في هذا الوصف باش ما نضيعش راسي أو ما نضيعش واحد آخر كان طالب لي باش نفعلوا القناة ديالي لا تفهم هكا حيت هذا الموقع كيستخدموه البوليس دابا بأن هذا الموقع عنده مصداقية 100% ما فيه حتى شي حاجة ديال الغش يعني كيعطيك داكشي بدقه. دونك انا ك مثلا بغيت نفعل القناه ديالي اذا هذا الوصف كي يمكن نروح كنعاود كندير التكرار قراءه الوصف هامه جدا شوفوا التين نتمنى توصل لكم اذا وشكرا لكم ونتمنوا تدعموا هذه القناه لنا شكرا 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 شكرا.